السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة الصبح شفت الفيديوهات اللي الأستاذ أحمد نزلها بتاعت في مخطط تأجير الفلسطينيين ثم احتلال قناة السويس. أنا جيت أتكلم عن قتلنا الموضوع ده كلاما، لأن في ناس كانت بقت تقول لك خلاص يا جماعة الإبادة شغالة، خلاص خدهم بقى تستنى الناس تاكل وتشرب وتعيش. لأ، نصبر كده يا جماعة، نقوى. هم قاصدين يورونا المشاهد دي. تهجير الفلسطينيين معناه هو أولا كده هو تصفير القضية العربية الإسلامية الفلسطينية، يعني قضية العرب والمسلمين الأولى هتنتهي خلاص، مش هيبقى فيه قضية زي الأندلس. والأندلس كانت إيه؟ إن هم دخلوا أبادوا الناس المسلمين هناك ومشوها، فبقتش الأندلس العربية بس. حلو. فاللي يقول لك الارض ارض الله ويرثها من يشاء وكلام حق يراد به باطل، ما انا لو سبتها يتبقى ارض الشيطان مش ارض الله. غزة والضفة والقدس هيبقوا ارض الشيطان، هو مين الصاين مش الشياطين دول ولا ايه؟ فارض الشيطان ما ينفعش اسيبها، ما ينفعش اسيب لهم الارض عشان ما تبقاش ارض الشيطان. ده اول حاجة. ثانيا، الفصائل هتروح تضرب من سينا صواريخ. حلو. طب ساعتها الاحتلال يقول ايه؟ ده الجيش المصري اللي ضرب، يروح يجيب امريكا والاتحاد الاوروبي وبريطانيا ويضربوك، يبقى انت خسرت القطاع والضفه وسينا، وهو يطلع يضرب جنوب لبنان براحته بقى، يستهدى بالله كده 6 شهور 7 شهور وبعد كده يطلع يضرب جنوب لبنان، يكون هدي كده من الحرب بتاعت القطاع. يا جماعه اصبروا اصبروا، لو لبنان دخلت هو هيخف الدنيا غصب عنه عن القطاع، ويجي يتفاوض معاك، يسيب لك محور فيلادلفيا ومعبر رفح. كلام على فكره، معبر رفح ومحور فيلادلفيا للمره 1000 مليار. محور فيلادلفيا وارض فلسطينيه تابعه لاتفاق السلام وليس ارض مصريه. حلو. زي المنطقه الجيم عندك ارض مصريه تابعه لاتفاقيه السلام وليست ارض تابعه للاحتلال. بس كده عشان ايه؟ نخلص كلام ده. مصر تنشر قوات في المنطقة جيم براحتها بدون اذن الاحتلال، وهو دخل المنطقة فيلادلفيا بدون اذن، خلاص قشطة. يعني مش دي الازمة اللي تخليني اعلن الحرب عليه، طالما مفيش حد من افراد التأمين او قصد يضربه، مفيش دخول الفلسطينيين في سيناء، خلاص انا مش هضربه يا جماعة، انا مش عايز حرب صراحة. يعني محدش في مصر قد الحرب. اللي يقول لك حرب ده اعرف ان هو بني ادم مقبل مش عايش معانا. انت الكهرباء بتقطع عندها بالساعتين والتلاتة، بتخش حرب تعمل ايه؟ هتقطع الكهرباء عندك قد ايه؟ 48 ساعة. ده لو جت ممكن تقعد اسبوع ما تجيش يا جماعة. السلع الغذائية مش هتلاقيها، والله ما هتلاقوها. يعني لو النهاردة مش عارف ازازة الزيت بكام، ازازة الزيت هتبقى بألف جنيه. الطماطم لو مش عارف في النهاردة كيلو الطماطم قول مثلا ب15 ولا ب20 ولا ب30 جنيه، هيبقى في ايام الحرب ب300 400 جنيه. عادي، ما هي كده، ما هو وقت الحروب هتلاقي الاستغلال. مش عارف هتلاقي، لا ازمات كتير هتحصل يا جماعة. خلوش حد يضحك عليكم باسم انسانية. لو احنا هجرناهم اسرائيل تخش تاخد سنة السنة الجاية، طب على ايه؟ لا يا جماعة، خليهم في ارضهم. احنا ومصر والله بتعمل حاجات ما حدش يعرف. يعني لما نتنياهو يطلع يقول مصر بتهرب سلاح، يبقى ايه؟ ياكش تعقلوا وتفهموا. لما مصر رافضة تهاجر كتير، لما بننزل مساعدات بالجو، ياكش تفهموا. لما خلينا اكتر من دولة تعترف بفلسطين، ياكش تفهموا. المفروض بقى نعمل ايه؟ نخش احنا كمان المعمعة دي؟ اللي بدأ يا جماعة هو اللي يغنيها، اللي بدأ المعمعة ينهيها. ما يقعدش يقول لي ايه حارب. لا
ما يقوليش انا حارب، مش انا اللي بدأتها يا جماعة، عشان في حد تاني بدأ. ايه على يا جماعة، انا مش هستول عليكم وهنزل فيديو ليه احنا ما نقبلش التأجير بعد كده، يعني في فيديو تاني بصراحة، بس يعني هنزله. اشكركم واشكر استاذ احمد، واتمنى يعني ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ فلسطين وينصرنا جميعا يعني.